نلقاو حوت. باه شنو نجمو نلقاو حوت؟ نلقاو القاروس، نلقاو الورط، نلقاو السار، نلقاو السبرس، نلقاو الحنشه، نلقاو الزميمره. هذوما انواع ديما ساكنه في البلاد الكل، 90% من البلاد ساكنين فيه الانواع الحوت هذوما. باش نجمو نصطادوه كطعم نجمو نستعملو الزاستيكو اللي حكينا عليهم. أيوة. نجمو نستعملو الشيطانه اللي نعرفوها الناس الكل. نجمو نستعملو الجمبري الحي اللي نجمو نلموه من البرت من غير ما نشريوه. طريقه لمان الجمبري سهله برشا. في الليل يبدا عندك الكبك الشبكه اللي حكينا عليها، تقف انت على حرف الكي، على حرف البنكينه هذيك، تضرب الضوء في الماء نيفو بين البنكينه والماء، تشوف انت عينين زوز عينين احمر تاع كعبه جمبري يبدا لاصق في الحجر ويغزر بعيني، عيني يبانو كي تضرب فيه الضوء. بالكبه نتاعك تهبط الشبكه وتلمك الكعبات نتاعك تحطهم في ستال، تمشي تستات سور بلاس، كان فضلك منه نرجعوه للبحر باش المره الجايه نلقاو اكثر. كيف كيف ما نفزدوش ما نلموش اكثر من الكميه من اللي احنا باش نصطادو بها. كيف كيف نجم نصطادو بالخبز؟ خاطر فما البوري ديما ساكن في الابرات. العجينه والا الخبز نجمو نستعملوهم. بالنسبه للخبز نجمو ناخذوا البيبه نتاع الخبز اذا بعد ما نبيتوه، ونجمو نخدموا ديفيلي نتاع بيبه نتاع خبز على لمسو، والا نجمو نستعملوا مسيد بالبات اللي هي مسيد بالزريقه. تحيه لصديقي حمزه بولو سيرف اللي ردها الحكايه ذي عممها على الناس الكل. مسيد بالزريقه كيف سهله برشا. روسيت مغرفتين فارينه، مغرفتين سكر محور، نخلطوهم بشويه ماء، نحطوا عليهم شويه ثوم اون بودر. كان ما ثمش ثوم بودر نشدوا فص ثوم ونحكوه بالحكاك اللي يولي ميكس، نخلطوه مع بعضنا شويه اللي عندنا اميلونج ليكي، مش ليكيد برشا ومش يابس، متوسط نص نص ويكون يتلصق. ناخذوا زريقه كبيره من الحجم الكبير، نحيوك اللي في وسط هذيك، نعبيه بمغرفه ولا بحاجه البات هذيك نتاعنا، نرجعوا بقيه الزريقه، ومن بعد نشدوا الزريقه نبداو نحطوا لمسو، نبداو ننزلوا ندوروا في البات على لمسو. البات تري كولونت تلصق على الاخر في لمسو وما تنحاش، تريزي فيكاس للمسيد البوري في الابرات، طعم طياره على الاخر. شنو الابرات اللي نجموا نصطادوا فيهم على الانجليز؟ نبداو مارينا بنزرت نجموا نصطادوا، جرزونة برج جرزونة نجمو كيف كيف، برت ابن خيار ما شاء الله على الحوت اللي فيه، قلعة لاندلس، سيدي داود، قليبيا، غار المرح، وبرت الهورية. هذوما من أحسن الموانئ ما همش ممنوعين، المسموحين، تنجم تصطاد فيهم وتمارس الهواية نتاعك بكل أريحية، وإن شاء الله بالرزق الوفير للجميع. تابعونا في الإيميسيون تاع غدوة كما قلت لكم باش نحكيو على حاجة مهمة على الأخر، لي بارامتر اللي يدخلوا في صيد الأسماك، ناخذوا بهم ما ناخذوش، شنو هما، كيفاش نتبعوهم، كيفاش نفهموهم، وان شاء الله بالرزق الوفير للجميع. امين يا رب العالمين. شكرا لك حمزه الكريفي. ملتقانا غدوه في ولد بحر في نفس التوقيت. ولد بحر مواصلين معكم احنا حتى للخمسة متاع العشية. ديما نفكركم اللي عنا زوز تيكيت لسبيكتاكل يلا نغني اللي باش يصير نهار 23 أود في كارتاج. كي تكلمونا على واتساب متاعنا اللي هو 58 400 100. مواصلين معكم حتى للخمسة، شوية آخر نعرفوا قصة جديدة في أعلى